سبب النزول هو كل قول أو فعل أو سؤال ممن عاصروا التنزيل. هل أبرهة عاصر التنزيل؟ هل أبرهة عاصر التنزيل؟ طيب، بغض النظر، نقول دائما نحن عندنا مقياس ومعيار، والمقياس والمعيار قلنا كل قول أو فعل أو سؤال ممن عاصروا التنزيل نزل في شأنه قرآن كريم. يبقى نقول كده ليس لسورة الفيل سبب نزول. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نزول القرآن، أولا هيكون عندنا 3 محاور نتكلم فيها إن شاء الله: ابتداء النزول وكيفيته، ابتداء النزول وكيفيته، وأول ما نزل من القرآن، ونزول القرآن على 7 أحرف على حسب ما يتسع الوقت نأخذ إن شاء الله. ابتداء النزول: كان نزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في غار حراء، لكنه كان مؤذن ببداية النبوة. يعني نقول كده بداية النبوة بنزول جبريل على الرسول الكريم في غار حراء، وقد نزل بالآيات الخمس الأول من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب، الآيات التي أشارت إلى ابتداء النزول: 3 آيات أشارت إلى بداية النزول. قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى نعرف كده أن القرآن أنزل في شهر رمضان. وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يبقى نعرف أن القرآن نزل في ليلة القدر في شهر رمضان. طيب، وقوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، طبعا وإن أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الآيات في ظاهرها تشير إلى أول نزول للقرآن على الرسول الكريم، وأنه كان في ليلة القدر من شهر رمضان، من حيث الزمان في ليلة القدر وفي شهر رمضان، يعني من حيث الليالي ليلة القدر، ومن حيث الشهور شهر رمضان. وهذا النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعلق به هداية الناس في قوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والنزول قسمان: قسم جملي، يعني نزل جملة واحدة، وقسم على حسب الأحداث والوقائع منجما أي مفرقا. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه نزل إلى سماء الدنيا. فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه، سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، سعيد بن جبير هو من قتله الحجاج ولم يمضي بعده إلا 15 يوما، وقال: مالي وسعيد، مالي وسعيد، مالي وسعيد، ثم هلك الحجاج، لأنه قتل سعيد ابن جبير رضي الله عنهم من سادة التابعين. فعن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني رضي الله عن العباس، عن عبد الله ابن عباس، ورضي الله عن العباس لأنهما الاثنان صحابيان كريمان، العباس عم النبي وعبد الله ابن العباس. في قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة، ركزوا في هذا المعنى، إلى سماء الدنيا، كان بموقع النجوم، فكان الله ينزله وينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض، يعني الآيات في إثر الآيات.
قال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. احفظوا هذه الفائدة، هذه العلة، هذه الحكمة، لماذا أنزل الله القرآن مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الآيات التي الدالة على أنزل ونزل النزول الجمل، إذا تأملت في القرآن يا كرام، إذا تأملتم في القرآن وجدتم أن الله عز وجل يقول: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. لما يقول أنزل ونزل يبقى مرة واحدة، جملة واحدة. لاحظوا تاني مرة أخرى، هذا موضع سؤال في الاختبار، هذا موضع سؤال للاختبار، وهذا أيضا موضوع فهم لأهل الفهم منكم، وأنتم أهل فهم. إذا قال الله في كتابه أنزل أو نزل، فهو يعني نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. تمام؟ تعالوا نقرأ أمثلة من الآيات. قال في بداية سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال أيضا في سورة البقرة: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال أيضا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من غير تشديد. لاحظوا يا كرام، نفرق بين أمرين، بين فعلين، بين حالتين من الفعل، حالة التخفيف وحالة التشديد. إذا قال أنزل الله ونزل مخففا يبقى معناها جملة واحدة، وإذا قال مشددة نزل أنزل هكذا يبقى معناها على مفرقا منجما حسب الأحداث. النزول المفرق عندنا نزول، عندنا شكلين من النزول. النزول الأول النزول الجملي، جملة واحدة، وهذا تمثله الأفعال نزل وأنزل. طيب، والقرآن نزل مفرقا على حسب الأحداث والوقائع، تمثله الأفعال نزل بالتجديد، أنزل بالتجديد. واضح يا كرام؟ تعالوا نشوف مع بعضنا الآيات. القرآن جزء من الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حكمة نزوله، من حكمة الله الخبير، الموافقة لمواقع الأمور، أن يجعل بعض القرآن متوافقا في نزوله مع ما يحدث في أيام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون فيه حل لإشكالات تقع، وإرشاد في مسائل تحدث، وتثبيت لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم في قضاء وقع، ذلك مما تقتضيه الحاجة من نزول بعض الآيات والصور. وقد تتابع تنزيل القرآن على رسول الأنام صلى الله عليه وسلم طوال فترة بعثته، وهي 23 سنة، 23 سنة نزل فيها القرآن. طيب، الآيات الدالة على أنزل نزل اللي هو النزول المفرق، تعالوا نشوف برضو في سورة البقرة، أيضا في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا. لاحظوا أزاي مفتوحة ومشددة، يبقى مفرق على حسب الأحداث والوقائع ليثبت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليوضح الحكم في النازلة، الحكم في الحادثة، الحكم في الواقعة.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. لاحظوا ازاي مشددة مفتوحة مشددة، يبقى نزل مفرقا. لاحظوا ذلك بأن الله نزل الكتاب. نزل الكتاب بالحق، نزل ازاي مفتوحة ومشددة.